ثم عبروا البحيرة إلى منطقة الجدريين على الضفة المقابلة للجليل. يسوع يا ابن الله الحلي، ماذا تريد مني؟ أرجوك لا تعذبني. ما هو اسمك؟ لزئون، نرجوك لا ترسلنا إلى الجحيم، دعنا ندخل في قطيع الخنازير. هاي، عودي إلى هنا. توقفي، توقفي. وخرجت الشياطين من الرجل، عودي، ودخلت في الخنازير. ارحل عنا أيها الساحر، اتركنا، ابتعدوا عن هذا المكان، اتركنا، ابتعدوا من هنا. أتبعك أينما تذهب، دعني أتبعك. بل اذهب واخبر بما صنع الله بك.